اسمي ياسمين، سنة 13 سنة، عايشة مع أمي وأخواتي ومرات أخويا. مفيش مية أصلاً واصلة للبيوت، ومفيش إلا حنفية عمومية في البلد، كل الناس بتملى منها. علشان نملى بنمشي حوالي 2 كيلو. المية اللي بتيجي من الحنفية بيبقى لونها أسود، بتيجي هي فيها طينة. الصرف متوصل في البحر، والبحر اللي إحنا بنشرب منه. متوفي بقاله 3 سنين، كان عنده فشل كلوي. بيلعبني، بيفسحني، بيحكي لي حكايات، هو ما بيغيبش عن بالي. نفسي انه كان يبقى معايا. نفسي اطلع دكتورة عشان اعالج الناس، عشان محدش يتحرم من ابوه. اطفال كتير اتحرموا من حنية اهاليهم اللي ماتوا بالامراض الخطيرة اللي في المية اللي مش نظيفة. دي مية ما ترويش عطشان، دي مية بتقتل انسان. شاركونا في مشروع نهر الخير عشان ندخل المية النظيفة لكل بيت في مصر، عشان ترجع كرامتهم وحياتهم.